أنتجت سنوات الثورة الماضية مناطق جغرافية واسعة تتبع إدارياً لعشرات الفصائل العسكرية والهيئات المدنية، لكن الرابط الوحيد بينها جميعاً هو هذه الشاحنات، والتي تعتبر الوحيدة المصرح لها بالانتقال بين المناطق السورية، لكن بصعوبة ومخاطرة كبيرة. حاولنا تعقب حركتها التي تعتمد على المبادلات التجارية، فالنفط مقابل الغذاء والخضروات بين الشرق والغرب السوري. نحن بنحمل معبر باب الهواء مثلا من وجهتنا للرقة، بنطلع على دار عزة، ببلش أول حاجز للأكراد، بندفع ترسيم، كل بضاعة إلى ترسيمة وإلى يعني جمركة، يعني بتراوح 100 دولار 200 دولار لل400 وأكثر. بعد منطقة عفرين بنطلع منطقة عزاز جيش حر، بعد منطقة عزاز بندخل في الدولة الإسلامية، وبوجدنا هون الباب للرقة مثلا للموصل، هون صفة كله دولة إسلامية. بنبرق حاجز الأكراد نهارين، أمرات 8 أمرات 10، بعدين ننتقل لحاجز الدولة. تستغرق الرحلة بين المحافظات السورية ساعات وأيام عدة يقضيها السائقون على طرق السفر الوعرة المليئة بالمخاطر للانتقال من منطقة لأخرى، وكل منها يتبع لإدارة معينة أهمها مناطق جيش الفتح ثم مناطق السيطرة الكردية والجيش الحر، إلى أن ينتهي المطاف بها في مناطق تنظيم الدولة في الشرق السوري. طريق النظام ياكل ساعتين للرقة، فتحوا لنا يا آخر فترة على الشيخ نجار، ياكل من الصبح للظهر، بعدين صار الطريق على أحراس، ياكل معنا نهار نهار ونص حسب الزحمة، بعدين هلأ فتحوا لنا يا على عفرين، على الطريق بياكل من 5 أيام لل10 أيام ل12 نهار. تنقل الشاحنات المواد الغذائية ومواد البناء من مناطق إدلب وحلب إلى مناطق الرقة والحسكة والعراق، يقابلها نقل المواد النفطية إليها في علاقة متبادلة يميزها الحذر الدائم وعشرات القوانين التي تفرض على هذه البضائع لتصل إلى الأسواق بأسعار مضاعفة. ما عدا سيارات المازوت بيروح يوميا من 200 إلى 300 سيارة شحن على الباب ومناطق الرقة وهيك. أكثر شيء المواد التموينية اللي بتروح لهنيك. التموينية مقابلة إيش بيجي؟ المازوت. بس المازوت. في المناطق المحررة لهون أخذت كفايتها من المواد هاي، بحيث إن أخذت كفايتها وقف كل شيء. نحن بدنا نصدر لنحسن كل هالشعب يشتغل، بدنا نصدر ما بس يعني ناخذ ونوقف عنا البضائع. هي رحلة طويلة يقضيها السائقون بين المناطق السورية مرورا بمئات الحواجز العسكرية، هدفها نقل المواد الغذائية والمحروقات في سبيل استمرار الحياة في هذه المناطق. الغذاء مقابل النفط علاقة تربط الشرق السوري بالغرب من خلال مرور آلاف الشاحنات شهريا في علاقة تجارية متبادلة بين أطراف عدة. لأورينت نيوز مسلم السيد عيسى، ريفو إدلب.